الو، ايوه ام احمد اتفضلي. الو الدكتور معايا؟ ايوه يا فندم، حضرتك على الهوا اتفضلي. اولا بنشكرك يا دكتور والله على تعبك معانا، متشكر لحضرتك. وربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ علمك وينفعنا بيك. امين يا رب. ده بالنسبه لعندي بنتي، انا حامل في اخر السابع، بقى لها 4 ايام وتدخل في الثامن. أيوة. وعندها الار اتش سالب. ايوه، فمش عارفين، وهي كانت خدت حقنه الار اتش في اخر الثالث، فمش عارفه هي تاخدها دلوقتي ولا تنتظر بعد الولاده. اخدتها في اخر الثالث ليه؟ خدتها في اخر الثالث ليه؟ نزل دم ولا حاجه؟ الصوت ضعيف. خدتها في اخر الثالث ليه؟ مش واصل. طيب عموما انا هجاوب حضرتك. حاضر حاضر. من المعروف ان السيدات اللي حوامل والار اتش بتاعهم سلبي لازم نحلل للزوج. اذا كان الزوج التحليل بتاعه سلبي هو كمان مفيش عدة مشكله. اذا كان الزوج التحليل بتاعه الار اتش بتاعه موجب، يبقى الست دي بعد الولاده اللي بقوله ده هو الصح، ان يتعمل تحليل للطفل. فاذا كان تحليل الطفل سلبي فلا تاخد اي شيء، اذا كان تحليل الطفل موجب خلال 72 ساعه من الولاده تاخد جرعه حقنه الاجسام المضاده للار اتش الانتي دي انتيبادي وتركيزها 300 مايكروجرام. حديثا وجدنا ان من الافضل السيدات اللي الار اتش بتاعهم سلبي يحصلوا على نصف هذه الجرعه، حوالي 120 ل 150 مايكروجرام من الجرعه المتعارف عليها من الحقنه في نهايه الشهر السابع، وقالوا ان ده افضل، لان احيانا بيحصل تسريب لبعض الكرات الدم الحمراء من الجنين اللي تحمل الار اتش، وقد تؤدي الى تحفيز الجهاز المناعي للسيده. وبقى كتير من الاطباء بيحفز ويشجع المريضات على انهم في نهايه السابع زي ما حضرتك قلتي ان تاخد الست جرعه غير مكتمله من هذه الحقنه. لكن حضرتك قلتي كمان انها خدتها في نهايه الثالث، هل ده كلام مظبوط ولا لا؟ ايوه مظبوط، لو كانت عملت اي تدخل جراحي او نزل عليها اي دم، يعني ست في نهايه الثالث وحصل لها انفصال المشيمه، ست في نهايه الخامس وخدنا عينه من السائل الامنيوسي اللي حوالين الجنين ودخلنا بابره، الكلام ده كله معناه ان انا لازم ادي وقايه للجهاز المناعي بتاعها. لكن السؤال في اخر السابع تاخد؟ ايوه تاخد، وده الافضل، بس بتاخد جرعه غير مكتمله.